البداية ستكون من أسواق الماشية، أجواء إذن نعم أيام قليلة خصوصا عليها. بورصة الأسعار في مختلف والشغل شغل المواطنين أحلى أكيد أيام قبل عيد الأضحى المبارك. هناك من يقول أنه أيام قبل العيد ربما الأسعار تكون يعني نزلت شوية مقارنة بالأيام الماضية. إذن عدسة مراسلينا رصدت الأجواء بأسواق عديدة. البداية ستكون من ولاية سمسيت التي عرفت نقاط البيع بها خاصة دائرة العيون انخفاضا في الأسعار، هو الانخفاض الذي استقطب المواطنين من ولايات شمالية ولايات مجاورة أخرى بغية الحصول على المواصفات المطلوبة وبسعر مناسب. التغطية كانت لمحمد أبو العيش. روح من نسيك موبيلات والله غنبيع لك. اسمع انت كيف تقول له في السبيل راسك ابا كراش كاين واحد هنا وعندي هنا في العين. انا نسكن في البليده، جيت هنايا رخيص على بليده والعاصمه. ناقص 500 الف 600 الف خروف عادي كاع. هذا 39 عندنا في البليده يقول لك 4.5 4 ملايين ونص 4 ملايين و600 هكذاك. تربيع 4 ملايين و500 واه الناس تعيد اسمها تعيد رخيص المير رخيص ماهوش غالي راه رخيص بارابول الاملي فيت راه رخيص. رخيص بارابول الاملي رخيص.